نكذبش عليك باسكو ما استهلكش ما داش الخير باش راح يستهلك. الجان تلقاه ضحيه، تعرف متى ضحيه باش راح يستهلك، ولا ضحيه باش تخلف هذاك المجتمع اللي ماشي مليح. علاش؟ اروح تشوف تاكل تشرب معايا قهوه تنسى لا موندغ دي شوز، صح ولا لا؟ لا هذاك ضحيه انا نحاسب مؤبد وقليل عليهم صراحه. انا اللي نهضر لك كأم عندي ثلاثه اولاد مازالهم صغار، غدوا وليدي بعيد الشر ولا نحاسب هذاك اللي باعلو مؤبد وقليل عليه. فهمتني؟ علاش هذاك اللي راه لوكان ما يجيبهاش ما يتكيفهاش، كيفاش يداويوهم يا اخي؟ نحيوها لهم لوكان ما يجيبهاش ما يتكيفهاش ما يوزعوهاش. مشاكل عائليه افراد كما انا وحده، انا يا وليدي بسبب انا ولا يتعاطي المخدرات. انا وليدي كان هو يضحك على اللي ياكل المخدرات، ونهار بسبت وليدي انا يا مرت ما كانش يعرف كاع بلي راني نداوي سي بي ام سي. ونهار اللي تقدرت الاقدار كي درت اوبيريت جا معايا مع اختو وعمتو مرت عمو صافي، جاو للصاله نتاع سي بي ام سي امراض الكونسير. انا كنت نخبي عليه، كنت نداوي في بالكور. ظاهره راهي على مستوى الوطن ظاهره ما تشرفش يعني البلاد كما بلاد مسلمه، لكن عبالك شويه كما نقول لك الريحه وشويه الريحه. الواحد كيما لقى واش يدير يبدا يدخل في واحد وهذه كاع من الخرى من التخلاط وتتصارى. دوك انت الانسان اللي عنده هذا الشيء هذا المرض هذا اللي ساكن فيه، انا ما خالطوش سي نوريلو ما نروحش نتبعو. وكاين حوايج مشاكل هما اللي يلحقوا الانسان لهذا الشيء. انسان باش يولي يفقد عقله يضرب هذاك الحوايج هادو باش يولي عايش في نوت بلانيت يخرج من هذاك المشكل، باسكو ما يقدرش يواجه المشكل هذاك. وكيفاش ما يقدرش يواجه المشكل؟ يا اخي يقدر يتقي هذا الحوايج هادو باش ينسى. وحاجه اللي تنسى ماشي كيما حاجه اللي تنحيها، حاجه تنسى تعاود تولي، بصح حاجه اللي تمحيها هي اللي ما تولي لكش.